انا بصنع الحلو العنبر بالعسل لاولادي في الدار، بشتري التفاح بنظفه بظبطه وبعمل الحلو العنبر العسل وبنبكته بنظبطه بحطه لاولادي الحمد لله في كراتين، بروحوا طبعا في الشوارع ببيعوه اولاد المدارس، في الشوارع اولاد كثير موسم البحر على البحر ببيعوه، الاطفال الصغار بحبوه عشان يعني تفاحه لونه احمر حاجه زي زاكي فعلا بحبوه الاولاد. طبعا انا بنظف الدار وبظبط بحط اللي فيه عودان اللي هو العودان زي دعوه هيك، وبعمل العنبر في الطنجره وبصير اسقط كل واحد بوحدته وبحطه بالصينيه، وبعد ما بنشب بحطه بباكيتات وببكته وبحطه بكراتين لاولادي.